وكما قلت انت الشوط الاول معناتها كنا واقفين كوم الفو ابار تير من الدوز تريزيام مينوت معناتها لقينا الاوروبيان بتاعنا كنا واقفين معناتها عرفنا كيفاش نوقفوا الفريق الخصم نعرف الفريق تاعنا المنستيري معناتها خاصه من الناحيه الهجوميه معناتها نجم عنده الفرديات نجم يخلق الخطر في كل وقت كنا كيما قلت انت معناتها اللي خمنا فيه معناتها وصلنا انه البريمي ميتون كملوا معناتها 0-0 ما نقبلوش اهداف كان جات لوكازيون باش نجموا احنا نماركيو بارتين لو جيم ميتون معناتها الفيزيونومي اللي صار نتاع الماتش 2 مينوت دو جو معناتها نقبلوا هدف اكيد قلقنا شويه ما كناش متوقع الهدف هذايا مع الغيابات مع نعرفوا الرصيد البشري اليوم كما قلت انت معناتها في ليني داتاك اليوم نخدموا بك انا تاكون اللي خرج بلاسي الدوزيام تاكون اللي موجود معنا على البنك ما ينجمش في عنده ان بلاسور معناتها حاول انه في يعمل لي شوب ما نجمش مع غياب انور الجوني احنا نعرفوا اللي النقص نتاع الرصيد ما علينا كان نخدموا ما عندناش حل اخر لازمنا نخدموا لازمنا شويه صبر ان شاء الله بالانتدابات ان شاء الله في الفتره الشتويه ان شاء الله نلقاو الفريق ان شاء الله يعاود يقف على سكين ان شاء الله.